أخبار اليوم. وأنا بعد كلام أستاذ عزت عايز أضيف حاجة، إن إحنا لازم فعلا إيدينا تبقى في إيدين بعض علشان نحافظ على بعض، لأن في صحفيين وفي كتاب وفي نقاد وفي ناس غاوية أو متعمدة لفشل بعض المشاريع السينمائية وبعض بدل ما يشجع وبدل ما يحافظ. في لبنان منعوا تماما الإساءة الفنانين لبنان لأنها رموز بلد، منعوا احتفلوا بعيد ميلاد فيروز كعيد وطني وقومي في لبنان بياخدوا فيه أجازة. النهاردة احنا ما عندناش هذا الفكر إطلاقا، هذا الاسلوب اللي احنا نحافظ بيه على رموز بلدنا وعلى فنانين بلدنا، وعشان نحفظ لهم وضعهم وعطائهم التاريخ وتاريخهم وعطائهم الكبير، احنا النهارده بنضحي بكل حاجه بمجرد ألم. فانا بقول ان احنا لازم كمان نحافظ على بعض، زي ما العلاقه بين الفنان والصحفي علاقه يعني وجهين لعمله واحده، هم فعلا لازم يحافظوا على بعض، والا فعلا هذه الصناعه وهذه البلد هتبقى في انحدار. ما شاء الله.